مساء الفل على كل ست بيت وعلى كل عيلة البيت كلها اللي قاعدة متابعانا، متابعة قناتنا دايما ومتابعة برنامجي 5 مقادير. وبس مش هتكلم عن ال5 مقادير كل مرة، لاني خلاص احنا يعني مفروض بقى اسلمنا بالواقع ان انا سقفي في اي طبخة. يعني اكتر مقادير بطبخ بيها بتبقى ال5 مقادير، ان شاء الله نحاول نعمل اقل، وبيتهيألي في حلقات كمان عملنا اقل من ال5، مش عشان مقادير قليلة فمعنى كده ان احنا بنعمل اي اكله والسلام. 5 مقادير يعني مقادير سهله متوفره في المطبخ، موجوده في بيت كل ست بيت مننا، حاجات عاديه بس في نفس الوقت بغير بس ان الشكل عشان نطلع اطباق معتبره جدا. النهارده بما اننا في الشتاء، انا من عشاق اي نوع من انواع الكيك يعني، وبيتهيألي ان احنا في بيوتنا يعني في مصر لازم بنحط كيك كده، صينيه كده ايه اللي هي جنب البوتاجاز كده على طول مغطينها، علشان الصبح وانتي معديه كده الساعه 5 عايزه الشاي بتاعك كده في نص اليوم، على العشاء كده ماسكه كوبايه برضو شاي بلبن وماسكه حته كيك، فبحسها انها حاجه اساسيه في بيوتنا. بدل ما هنشرب الليمون وناخد ادويه ونقول فيتامين سي، هنعمل النهارده كيك بالليمون. تعالي نشوف هنعملها ازاي. مقادير الكيك اللي هنعمله النهارده، مقادير الكيك بالليمون: 4 بيضات، حوالي معلقه فانيليا كبيره، لو في فانيليا سايله ممكن بس انا عشان اسهل الامور باكو فانيليا يعني. عندي عصير ليمون، يعني الليمون عصرته وكمان خدت بشر منه، وعندي حوالي نص كوباية زبدة، وعندي كوباية سكر بودرة، تاني 2 دقيق بياخدوا كوباية سكر بودرة وبياخدوا نص كوباية زبدة، و4 بيضات. هتقللي من الكمية فهتقللي من المقادير بالتبع يعني. فهنشوف هنعمل ايه. انا هسخن الفرن درجة حرارة حوالي 180، وهشتغل على طول لان هي سهلة قوي يعني، ممكن تعمليها حتى ايه وانت قاعدة رايقة كده تعمليها سريعا سريعا، ما بتاخدش وقت خالص. انا هحط السكر وعليه نص كوباية الزبدة، وهضرب السكر والزبده مع بعض بس كده، بس ايه علشان السكر ما يطلعش في وشنا، هضربهم سنه بسيطه قوي بالمضرب. على طول هحط 2 كوباية الدقيق، كوبايتين دقيق كده، واحط عليهم ال4 بيضات، خلي ده كده على جنب. يعني هي انا بحس ان مقادير الكيك ما بتختلفش، اللي هي الدقيق والفانيليا والبيض، بنغير بس في الطعم. يعني انا مره من المرات عملت كيك برتقال في الشتاء برضو، بما ان البرتقال موجود حلو قوي، طعمها حلو جدا جدا. الليمون بقى بدل ما نقعد نشرب في ليمون وعسل وناخد فيتامين والكلام ده، لو دخلتيه في الاكل طعمه حلو يعني، بيدي مزازه للكيك مش بيحدقها، لان في سكر وفي فانيليا وبتاع، طعمه حلو جدا بس جربيه. انا برضو بما اني انا بخاف دايما من المضرب بصراحه، وبما اننا يعني بنقول بقى برامج وقدام كاميرات وبتاع، انا دايما بقول ان انا حاسه ان انا يعني واقفه في مملكتي، ده مطبخ بيتي يعني، بس في نفس الوقت مش هينفع اطلع عليكم بالدقيق على طول كده يعني، فبحاول بس ايه احط السوائل شويه كده وهنضربه على طول. وعايزه جوه الكيك مقدار حوالي يعني 2 كوباية عصير ليمون، وكمان بشر الليمون اللي عندنا، الاساس بتاع الكيك كله هو بشر الليمون ده. ممكن ازود كمان سنه عصير، وهضرب كل الخليط ده مع بعض. لو حسيت ان هي شويه عايزه سوائل، السوائل الماده السائله اللي بحطها هي عصير الليمون، ما دخلتش ميه ما دخلتش اي حاجه.
عشان بس ايه نروق حوالينا. دلوقتي الكيك بتاعي جاهز تقريبا، علشان خلاص يعني ادخله الفرن اللي هعمله على طول. انا كده القالب بتاع الكيك هو بس اللي ناقص، والكيك بتاعتي طوبي جاهزة. احط ايه سنة زبدة بسيطة بس عشان ما تحرقش كمان الكيك مني، مش هحط كتير. انا بس ايه هدهن كده علشان ما تلزقش مني. ممكن تحطي رش دقيق بس. انا كمان هحط رش دقيق مع الزبدة. هو انت طول ما انت متابعه يعني درجه حراره الفرن بتاعك كده كده ان شاء الله ما فيش حاجه هتلزق منك خالص يعني. ودي زياده نزله على طول. بسم الله. يعني الكيك والله من قبل ما تستوي وريحتها حلوه جدا، ريحه الليمون حلو جدا جدا جدا، ولونها كمان حلو قوي. واضمن لك ان بالطريقه السهله دي طعمها كمان هيبقى حلو قوي قوي. بس كده انضف حواليا. الكيك بتاعتي تقريبا كده جاهزة، مفيش اي حاجة محتاجينها غير ان هي تدخل الفرن. انا مسخنة الفرن على درجة حرارة بقولك 180، ممكن تخليها 150، وما تفتحيش على اي عجين، دي معلومة بقى الدنيا كلها عارفاها، قبل 15 دقيقة بس. بصي عليها كده شوية وتعالي اشوفك بعد الفاصل، نشوف كيك البرتقال هيطلع عامل ازاي، ونكمل حلقتنا ونشوف هنعمل ايه جنب الكيكة المعتبرة دي تكمل اكلتنا النهاردة.